كي دايرين بخير؟ لاباس عليكم؟ كي دايره مع الصحاب؟ كلشي بخير؟ نتمنىكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غنقدم لكم واحد الشهده وواحد الطاجين ديال السمطه، ومهم اي حاجه غنديرها ان شاء الله غنصورها لكم. اللي درتها انا غادي نشاركها معكم ان شاء الله. كنحتاجوا في المقادير ديال الشهده، عندي هنا تقريبا 700 غرام ديال الدقيق، عندي هنايا الشوكولاته مكعبات بحال هكا، قرصه ديال الملح، بيضه وبياض بيضه، قشرة ديال الليمونه، جوج كيسان ديال الحليب ديال دافيين يكونوا دافيين، وهنا كاس ديال الزيت والزبده مخلطين، وهذيك القشره ديال الليمونه حتى هي عصرتها، وكاس ديال سنيده ما عامرش، ومعلقه كبيره ديال الخميره ديال الدار، خميره فوريه، ومعلقه ديال العسل كبيره، وجوج صاشيات ديال الفاني، واحد صاشيه ديال الخميره حمراء، واحد ضامن مسوس. نبداو ان شاء الله على بركه الله. منين خلط داك الخليط خويته في هذا الاناء، وغادي ندير الدقيق شويه بشويه تجمع ليا. راه دهنت دابا منين جمعتها بنفس الطريقه باش وريتكم، وغادي نخليها شويه تكون رطبه. دهنتها دابا بواحد شويه ديال الزيت، الا بانت لكم جاريه بزاف تقدروا تزيدوا واحد شويه ديال الدقيق، ماشي بزاف حتى تبان لكم، المهم خصها تكون بحال هكا جاريه شويه، المهم ماشي جاريه، تكون شويه رطبه. غادي ديروها دابا نخليوها ان شاء الله تخمر حتى تخمر ونرجع معكم. المهم دابا غادي نبين لكم من بعد المقادير ديال الطاجين ديال السمطه. دابا الا خمرت لي العجينه ديالي راه غادي نخرج منها هذا الهواء هذا ونرجع معكم باش نوريكم كيفاش غادي ندير ليها. شديتهم كويرات بحال هذا الشكل هذا، بحال الا قطعتهم بحال هكا بهذا الشكل، وضروري ديري شويه ديال الزيت حيت كيكون كتكون العجينه شويه رطبه، ضروري ديري الزيت باش تقدر تساعدك دغيا باش تلويها. غادي نهز وحده نحاول ندير لها بحال هكا، غندير فيها الشوكولاط ونجمعها بهذه الطريقة هذه. الطاوة ديالي راني دهناها بشوية ديال الزيت، نجمعها مزيان حيت رطبة فضروري نجمعها مزيان. نحطوها بحال هكا. Thank you.
انا الطوا عندي هذا هو القياس، تقدروا ديروا شي طوا اللي هي كبيره من هذه باش يجي الله يجيكم القياس هو هذا. انا لا شاطر لي هنا ثلاثه، غنحاول نديرهم شي حاجه صغيره وغادي نكتفي بهذو، غادي يخمروا مازال. ودابا غنرجع باش ندهنهم بصفر ديال البيض من الفوق. منين خمرت لي هذيك الشهده ديالي، ها هي وحده، وهاد الثانيه، الثانيه لا درت انا فهادي صغيره حيت ما عنديش شي طوا اللي هي كبيره. تقدروا ديروا شي طوا كبيره وديروا فيها هاد الكميه كلها ولا تقسموها على جوج. انا درت هادي ودرت هادي، هادي غندير فيها، غادي دابا ندهنها بشويه ديال الصفر ديال البيض مع شويه ديال الخل. الجنجلة شويه ديال الجنجلة غندخلهم دابا الفران يطيبوا ونرجع باش ان شاء الله معكم. ما تمشيو فين، بقاو معايا. شوف كنحتاجو كنحتاجو في الطاجين ديال السمطه شويه ديال السمطه، شويه ديال الفلفله حلوه خضراء وحمراء ولا خضراء اللي كاين متوفر، شويه ديال الخيزو مقطع دوائر، شويه ديال المطيشه، شويه ديال البصل مقطع دوائر، الحامض مصير، شويه ديال الملحه، شويه ديال القزبور معدنوس، وربعه ديال الفصوصه ديال الثومه بالنسبه، وشويه ديال الزيتون، وحتى الزبيب راه كاين غادي نجيبو دابا. بالنسبه للتوابل كاين شويه ديال الزعفران هنايا، شويه ديال السكينجبير، شويه ديال التحميره، شويه ديال البزار، العطريه ديال الحوت والكمون، والا ما كايناش العطريه ديال الحوت ماشي ضروري نديرو غير العطريه اللي كنديرو في الحوت ديال ديما. ونبداو على بركه الله. غنديرو شويه ديال القزبور، شويه ديال المعدنوس هنايا، غندير الثومه، غندير ديك العطريه كامله اللي قلنا، شويه ديال الملحه، نحاولوا نديروا هذا الداخل ديال اللب ديال الحامض. نديروا ليه بحال هكا، غنعصر فيه حتى شويه ديال الحامض. شويه ديال زيت العود، وشويه ماشي بزاف ديال زيت السير، ماشي بزاف، كنستعملوش انا بزاف. وغنخلط ونشرملهم وحده بوحده وتخليهم شامله مزيان.
غندير هنا شويه ديال، درت هنا شويه ديال زيت العود، غنفرش البصله. بسم الله، استفدت خيزو. هاني غنستف دابا هاد الفلفله حلوه، ودرت فصلنا هاد الفلفله خضراء، وغادي نحط عليها هذاك الحوت ديالنا السميطه. انا دابا منين نستفد ديك السنطه ديالنا، ديك الشرميله، ديك الشرميله اللي شاط ليا، غادي درت فيها ديك المطيشه، وغادي حتى حاجه ما تضيع، وغادي نستفها في الطاجين ديالنا. كاين هنا واحد شويه ديال سلقت هنايا، شويه ديال الخيزو، شويه ديال البطاطا، وشويه ديال المايونيز اللي يلاه صوبتها دابا، شويه ديال المايز، شويه ديال الطوم، شويه ديال الخس، وشويه ديال الرز. وهذا بالنسبه هذا الخس للتزيين، ولا بتزيدوا عليه شي خضره اخرى زيدوها، جلبانه، اللوبيه اللي كاينه بتزيدوها زيدوها. انا هادشي اللي عندي درته، غندير هذاك الخس ديالي هنايا، ندير هذاك المايز، داك الطونطا هو، نجيب شي صلاديه تكون كبيره من هذه، لان يعني هذه صغيره. غندير المايونيز ديالي، درت فيها شويه ديال البزار، شويه ديال الملحه، بسم الله غنخلط. ها هو الطاجين ديالنا منين طاب طفيت عليه، ها هو الشكل ديالو كيفاش كيكون، كيجي لذيذ وزوين، جربوه صدقوني والله الا زوين. وها السلطه ديالنا، ها هي سلطه عاديه خفيفه سهله، ها هي. وهو داك الشهده، ديك الشهده اللي درت الاخرى تلاقيت حطيتها باش نبينات، لقيت البنات كلاوها. ها هو الشكل ديال هذا الشيء اللي صاوبت لكم اليوم، نتمنى يعجبكم وبالصحه فطوركم. بلاتي تنحل لكم شويه من الشهده باش تشوفوها، الشهده اللي قطعتها لكم باش تشوفوها كيفاش كتجي مفشفشه ورطبه وزوينه. ها هي جربوها صدقوني غتعجبكم، وبالصحه فطوركم، والى فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.